كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أن إجمالي المساحات المنزرعة قمحا خلال الموسم الحالي ستصل إلى 3,135,000 فدان. وأوضح تقرير قطاع الخدمات الزراعية بالوزارة أن هذه المساحة حتى بداية الشهر الجاري فقط. وأضاف التقرير أنه لم يتم الانتهاء من حصر مساحات القمح المنزرعة هذا الموسم. وأشار التقرير أيضا إلى أن المساحات المستهدفة لزراعة القمح خلال الموسم الحالي حوالي 3,500,000 فدان.